السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح برنامج جديد تحميل هذا البرنامج الرابط بتاعه أسفل الفكرة. برنامج عن استلام العقارات. طبعا هنا برنامج بديل تمويل، لأن في لازم زرار الضغط عشان هو مش هيضغط عليك، لازم تعمل انيبل في النقد. ده عقارات بتاعتك، المفروض إن أنت بتحصل تقبل تحصيل هذه العقارات. طب احنا دلوقتي مطلوب إن احنا نسجل عقار جديد، بنكتب اسم العقار، هنا عمارة، فريد، عمارة فريد مثلا، عنوان العقار ده 5 شارع دمشق بالمهندسين، تمام كده. المحصل اللي هيروح اسمه شريف، تمام، شريف من التحديث عشان يظهر معانا. شريف هو اللي هيحصل. طب محتويات هذا العقار مين؟ الدور الاول، طبعا في دور تاني، دور اول، تاني، الدور التاني، الدور التالت، الدور التالت. رقم الشقة 1 2 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، 6 شقق. مين الملاك؟ طب احنا كده ما سجلناش الملاك، احنا لازم نسجل الملاك الاول ونيجي نعمل نرجع تاني. يبقى تسجيل الملاك والمستأجرين، ادي اول مالك هيثم علي، رقم التليفون كذا. المالك الثاني هشام، هشام الششتاوي، وادي رقم التليفون كذا. عادل سعيد، وادي رقم التليفون كذا. هنا عبد المنعم عصام، ادي رقم تليفونه كذا. عبد الحليم بيوم، ادي رقم تليفونه كذا. طيب يبقى احنا كده في العقار ده اللي احنا عملناه، طبعا هو كل حاجه مسجله زي ما هي، بنسجل الملاك عادل وعبد الحليم وعبد المنعم وهنا هشام وهنا هيثم، مش عايزين ده خلاص، مش محتاجينه خلي دلوقتي. وبنضيف المصروف اللي المفروض يدفع عليه، اللي هو الايجارات، المصروفات الموجوده في هذا العقار، صيانه، الكهرباء. هنا سعر السيارات الكهرباء حوالي 1600 جنيه. مين اللي هيدفع؟ طبعا ده هنضيف الصيانه، سيارات الكهرباء. وفي حاجه تانية وهي الصرف الصحي، السعر بتاعها 800، وعندك هنا صيانه المصنع. مين اللي هيدفع الحاجات دي؟ فنحن نعلم على الاشخاص المفروض يدفعوا الحاجات دي، ونعمل التحديث وخلاص، ونعمل الاغلاق. هنيجي هنا عند المدفوعات، هنحدد العماره رقم 2 اللي هي العماره الفريد دي، طبعا عدد الافراد 5، يبقى مطلوب دفع كل واحد 860 جنيه. مين اللي دفع؟ يبقى عبد الحليم دفع، وعندك هشام الششتاوي دفع. فأصبح كده نخش مرة أخرى نحدد العمارة، فأصبح هنا معروف مين اللي دفع. يبقى عندك 2 من 5، 2 من 5، يبقى أصبح في 3 ما دفعوش. هنا برضو نفس الكلام، إنه هسجل عقار جديد، بعدين نسجل عقار جديد، بندوس نيو، بنسجل العمارة ونسجل المصروف ونسجل الملاك، ونعرف مين اللي دفع ومين اللي ما دفعش. ده كل شهر بنعمل لها تحديث وبنعمل اضافه، وتقدر تحصل شهريا. ده هدف البرنامج، بسيط وسهل. وحملوا الرابط بتاعه اسفل. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.